ماذا لو العالم كله بيتكلم عربي بس؟ لو العالم كله بيتكلم عربي فالثقافة العربية هتكون هي الأساس، والإسلام هينتشر بسرعة جدا، ومحدش فينا هيضطر يتعلم لغات تانية، وبالتالي هيبقى في عدد لهجات أكتر من اللي موجودة دلوقتي، وكل الأبليكيشنز بتاع تعليم اللغة وقنوات تعليم اللغة على اليوتيوب ما كانتش هتبقى موجودة أصلا. ممكن تساعدني؟ ده غير مؤسسات تعليم اللغة المختلفة كلها هتخسر، وشغلانة المترجم هتختفي أكيد، وكل الكتب العلمية والمؤتمرات الدولية هتكون بالعربي، وده هيخلي وصولنا للمعلومات أسهل وثقافتنا كبيرة ومختلفة. ده غير إن السياحة هتنتعش أكتر ما بين الدول، والتعاونات الاقتصادية في البلاد المختلفة هتبقى أسهل كتير. ورغم إن الأمور تبدو جميلة ولطيفة وإحنا ما عندناش غير لغة واحدة بنتكلم بيها، إلا إن اختفاء لغة معناه اختفاء ثقافة كاملة وتاريخ بلدان بشكل نهائي. طب ازاي؟ لان اللغه بتساوي ثقافه. علماء الانثروبولوجيا اللي هو علم دراسه الانسان بيقولوا ان اللغه مرتبطه ارتباط كامل بالثقافه، يعني اللغه مش بس طريقه تواصل، لكن هي كمان الطريقه اللي بيشوف بيها الانسان العالم اللي حواليه، وكل لغه بتعكس ثقافتها وبتعكس طريقه فهم شعبها للعالم اللي حواليه. مثال بسيط للساعه مثلا، احنا بنقرا الساعه من العقرب الصغير للكبير فبنقول الساعه 5:30، لكن الانجليز مثلا بيقروا الساعه العكس فبيقولوا الساعه نص بعد الخمسة. طب ده معناه ايه؟ معناه ان طريقه قرايتنا للساعه بتوضح فهمنا ليها، ورغم اننا والانجليزي فهمنا احنا الاثنين ان الساعه 5:30، الا ان اشارته بال 30 دقيقه قبل الساعه نفسها بتخلينا نفكر كعالمه انثروبولوجيا ده معناه ايه. رايي ان ده بيعكس اهميه ال 30 دقيقه عند الانجليزي اكتر يمكن من عندنا شويه. مثال تاني عن الاتجاهات، ففي الوقت اللي بنستخدم فيه الاتجاهات بشكل عادي شمال ويمين وفوق وتحت، فمثلا المعلقه دي يمين الطبق. في قبائل في اسيا الاتجاهات عندهم طريقتها مختلفه، فلما يشوفوا المعلقه والطبق ده هيقولوا بلغتهم طبعا ان المعلقه دي شمال شرق الطبق. طب وتفسيرهم للاتجاهات ده معناه ايه؟ بيقول انهم بيشوفوا مكانهم وموقعهم في العالم بشكل مختلف عنا. وفي امثله كتير، بس انت عارفني ما بحبش ادخلك في تفاصيل. ومن غير اختلاف اللغات كان اختلاف الثقافات بقى نادر جدا. العالم هيكون ممل جدا وتطورنا هيبقى محدود، لان اختلافنا معناه تقدم وتعاون وافكار جديده واتحادات. وبرغم حبنا الكبير للغتنا العربية ما ينفعش برضو نستبدلها بحوالي 7000 لغة موجودة دلوقتي على كوكبنا، لأن تعدد اللغات في العالم بالضبط زي تعدد الألوان، وساعتها هنفقد جمال الكون لو شفناه بلون واحد بس. ومش هيقدر العالم يكمل بلغة واحدة بس، لأن اللغة هي مفتاح تاريخ وثقافة أي بلد، ولو عاوز تمحي تاريخ وثقافة بلد كاملة امحي لغتها. وإحنا كأشخاص رغم صعوبة تعلم لغة جديدة ووقته الطويل، إلا أنه باب جديد بنفتحه على العالم الكبير، بنتعلم عن طريقه ثقافات مختلفة وعادات جديدة، وبنفتح عيوننا على تاريخ حصل واتنسى. بعديها بنشوف العالم بشكل أوسع وأشمل.